السلام عليكم مشاهدي ومتابعي الكرام في قناتي عبر اليوتيوب. الموضوع كان هذه الأيام وهذا اليوم خاصة هو مغادرة رئيس الحكومة جونسون وتعيين رئيس الحكومة الجديدة ليز تريس. ليز تريس هذه رئيسة حكومة جديدة تم تعيينها من طرف يعني ترسيمها اليوم من طرف الملكة إليزابيث، حيث شغلت منصب وزيرة الخارجية منذ 2021 وهي عضو في حزب المحافظين. ويقال ان هذه رئيس الحكومه الجديده هذه ليز تريس عندها سياسه راح تفيد ان الحكومه تخطط لوضع سقف الفواتير للطاقه، يعني تولي تحط يعني تحط الفواتير ما ديباسيش 2500 باوند، لانه حاليا اغلبيه الفواتير لدى البريطانيين والعائلات البريطانيه تتراوح من 1970 باوند الى 3500 باوند للدخل المحدود والدخل المرتفع، يعني العائلات النموذجية في بريطانيا. يعني رئيس الحكومة هذه راهي جاية على أساس أنها عندها خطة اقتصادية باش تخفض الرواتب تاع الفواتير وحتى الضرائب، يعني عندها سياسة جديدة خاصة بعد تأثر بريطانيا والأوروبا بوقف إمدادات الغاز من طرف روسيا. يعني حاليا الغاز والماء وما إلى الغاز خاصة والطاقة بصفة عامة في أوروبا وحتى في بريطانيا تأثروا كثيرا، وهناك ارتفاع كبير في هذه الفواتير، لهذا نشوف هنا غلاء كبير لدى الغلاء لدى المنازل والشقق في بريطانيا بصفة عامة. وهذا الرئيس الحكومة الجديدة أيضا عندها خطة أخرى لترحيل المهاجرين إلى رواندا، يعني من بين الإيجابيات والسلبيات أيضا لها خطط مسربة من العديد من المواقع ومسربة أيضا من مؤتمرات صحفية، أنها من بين النقاط اللي راح تركز عليها بعد الطاقة والغاز راح تركز مباشرة مع المهاجرين الغير شرعيين المتواجدين في بريطانيا. عبالي بالجميع يتساءل هل سيتم ترحيلهم أم الطريقة بهذه، لحد الآن لا توجد معلومات كيف يتم، هل يتم ترحيلهم هكذا مباشرة أم يعني واحد ما على بالو المعلومات كيفاش راح تجي، لأن هذه رئيس الحكومة تم تعيينها فقط اليوم فقط، يعني فازت البارحة وتم ترسيمها من طرف الملكة إليزابيث اليوم. لحد الآن ليز تريس هي شخصية معروفة في بريطانيا لأنه كانت شغلت العديد من المناصب، وكانت وزيرة الشؤون المرأة شؤون المرأة في بريطانيا، يعني عندها سياسة يعتمدوها كثير في بريطانيا، وراهم متكلين عليها باش تخرجهم من المشاكل اللي تعاني فيها سواء أوروبا أو بريطانيا بسبب الحرب الموجودة بين روسيا وأوكرانيا، اللي روسيا قررت وقف إمدادات الغاز للعديد من الدول في أوروبا، وبذلك راح تضر منها أيضا بريطانيا، وهذه المشاكل كلها راح تكون ضد المواطنين المهاجرين العرب سواء اللي راهم بالوثائق أو غير بالوثائق. يعني الحديث اليوم كان على الوزيرة فقط، الناس اللي ما تعرفش أن هذه التغييرات في بعض الأحيان تكون إيجابية بالنسبة للحراقين ولينا جماعين، وفي بعض الأحيان راح تكون سلبية أو إيجابية في بعض الأحيان، يعني الإنسان لازم يعرف هذه التغيرات. والرئيسة هذه كي يكون رئيس جديد أو تكون رئيسة حكومة أو لازم الإنسان يعرف وشنو هي التوجه لهذا رئيسة الحكومة الجديدة بمساعديها ومرافقيها. لهذا الفيديو اليوم فقط حبيت نتحدث على هذا الموضوع فقط على الرئيسة الجديدة، وانتم تقدروا تروحوا أيضا وتشاركوا أيضا تروحوا تبحثوا على هذه الرئيسة باش تعرفوا وتجيبوا عليها معلومات لحتى تفيدكم مستقبلا على هذه رئيسة الحكومة الجديدة البريطانية. إن شاء الله يكون الفيديو قد أفادكم نوعا ما، وإن شاء الله تكون معلومة مفيدة، وإن شاء الله نلتقاو في فرص ومناسبات أخرى إن شاء الله. نشكركم على المتابعة والإصغاء، وإن شاء الله إلى اللقاء.